هذا دأبها منذ 20 عاماً عندما تسلمت إدارة ورشة إصلاح الدراجات من والدها بعد أن أتقنت الحرفة بحركات تنم عن التمكن والخبرة. تقلب إيمان يومياً عشرات الدراجات لتحدد مكمن العطب وتصلحه في مدينة يعد سكانها الدراجات النارية أهم وسيلة للتنقل. وردت على بابا وأنا صغيرة خلاص، هو حكم إنه راجل كبير وما عندش شكون يخدم معاه. هي خدمت معناها دخلت أنا للخدمة، دخلنا هو للخدمة أنا وأختي الأخرى الصغيرة. هي اليوم تمارس مهنتها بشغف واعتزاز وتحظى باحترام وتبجيل كل من يعرفها، وهي التي أتقنت مهنتها وكسبت احترام الآخرين لتتحدى عقلية انتقاص كفاءة المرأة. بطبيعة أي إنسان يحترم روحه يحترموه هم العباد، وحكم إن خدمتي ما عندهمش مثلا حاجة أخرى مثلا ماشين الغاية، جزت إن خدمة وتعامل إخوة وكهوما. من جميع مدن محافظة قفصة يأتي زبائن إيمان الذين يجمعهم الاعتراف بكفاءة صاحبة الورشة ورضاهم عما تقدمه من خدمات. الطفلة هذه ما شاء الله عليها بصراحة، صنيعية بالقداسي، يعني برشا قلت لك برشا عباد جالية هي تصلح، بينما تسيب برشا عجالة أخرى ما تصلحش عندها. حاجة عادية، والشاب معنا في حين أن الشاب ما يحبش يخدم، هي تخدم كل وقت تلقاها موجودة تخدم في خدمة متقنة زيد معناها وتساعد حتى في الناس، معناها في الخدمة تساعد فيه. نجحت إيمان في تحطيم القيود المجتمعية لتتقن حرفة لطالما كانت حكرا على الرجال وتصنع استثناء مميزا وسط بيئة محافظة. من مدينة أم العرايس بمحافظة قفصة جنوب تونس، توفيق العياشي، الحرة.